الأخبار الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. احتضن المركز الدولي للمؤتمرات عشية أمس الأحد ندوة تاريخية أحياء لذكرى شهر نوفمبر واندلاع الثورة التحريرية المباركة. والندوة عرفت حضور عدة شخصيات وطنية وثقافية بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. كتبت كتاب بتي عمر لا ريفولوشن دون الكارتابل. هذا الكتاب جاتني فكره باش نكتبو نهار ماتت ام لو بتي عمر. عمر الصغير هذا خدم مع خالو يوسف سعدي، خدم معاه وكان طفل، كان طفل شجاع، طفل انتيليجون، تري ديبرويا وكامل، والفت النظر تاع المجاهدين على ليبوك تاع لا زون اوتونوم. حنايا حبينا نترحموا على الشهداء، وكل مؤسسه كل شهر تترحم على الشهداء. وهذا الشهر هذا درت معرض في الصور تاع الالواح تاعي، هي كررت بزاف اسم الله، راهم يجوزوا على كل لوحه ويقولوا الله الله الله، راهم يترحموا على الشهداء تاعنا. حنا جبنا الاطفال هذوما اليوم باش ياخذوا عبره من هذه الحكايه ويعرفوا التاريخ تاعهم ايضا، لان التاريخ لديه اهميه كبيره وهو الذي يساهم في بناء الحاضر والمستقبل. عمر ياسر بطلا شجاعا يحامي على الجزائر، والحمايه بالنفس، وان اضحي لاجل الجزائر كلها. هاد الاطفال هما جيل المستقبل، لازم نغرسوا فيهم هذيك الحراره، هذيك تاع حب الوطن والجهاد. لازم يحبوا الوطن تاعهم من صغرهم. هذا لو بتي عمر هاو الى في لو راج و الى دوني سا في لا كونسا الى ساكريفي سا في بور لا ليبرتي ميت بور هاد الاجيال. تتواصل تحضيرات المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة في طبعته الرابعة بمدينة سعيدة غرب الجزائر، وحسب محافظة المهرجان سيقام في الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 15 ديسمبر المقبل. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. أدبي وسينما المرأة يأتي تحت عنوان النظرة الأخرى، وينظم تزامنا والذكرى 62 لأحداث 11 ديسمبر بهدف دعم أضخم الأعمال النسائية الجزائرية. التظاهرة هذه تعرف مشاركة لجنة تحكيم مكونة من الطاهر بوكلا والمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ والممثلة القديرة رانيا سيروتي لاختيار الأفلام المتنافسة على الخلخال الذهبي من بين 30 فيلما قصيرا لمخرجين جزائريين. الطبعة هذه تضم عدة أنشطة متنوعة تمزج بين الثقافة والسينما الجزائرية، إلى جانب تدخلات مجموعة من الأدبيين الجزائريين على غرار وسين الأعرج ميسا باي وهاجر قويدري. الفرصة مواتية لعرض عديد الأفلام السينمائية المشاركة، نذكر منها الفيلم الطويل صالحة للمخرج محمد صحراوي، و 123 طريق الصحراء للمخرج حسان فرحاني، وفيلم جوفنتيس دو تيمغاد للمخرج فابريس بن بعوش، ونجمة الجزائر للمخرج رشيد بن حاج. يشارك العديد من الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلق في 26 من نوفمبر الجاري إلى غاية 5 من ديسمبر المقبل في طبعته 43 بمشاركة أفلام عديدة من مختلف الدول العربية. ولأكثر تفاصيل تنضم إلينا عبر خدمة سكايب المخرجة ميسون الباججي التي شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمها الدرامي الطويل كل شي ماكو عبر خدمة سكايب. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدتي. كيف كانت المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي السينمائي؟ نعم، فهذا كان ثاني عرض
كان عندنا عرض يوم السبت وامبارح. المشاركة يعني بالنسبة لنا مهمة نشارك بالمهرجان القاهرة، لأن هذا أول عرض في العالم العربي وشمال أفريقيا، فهذا يعني جزء مهم من جمهورنا. وطبعا القاهرة أكبر وأقدم مهرجان في المنطقة. كيف تم اختيار فيلم كل شي ماكو في المهرجان الدولي للقاهرة؟ والله قدمنا عليه وحطوني في قسم من الفيلم اسم من المهرجان اسمه أفق السينما العربية، فأني في هذا القسم في المسابقة في هذا القسم. عن ماذا تدور أحداث الفيلم كل شي ماكو؟ يعني الفيلم إيه فيلم أني أكثرية أفلامي سابقا يعني أفلام وثائقية. هذا أول فيلم روائي إلي كمخرجة، يعني اشتغلت مونتاج بالأفلام الروائية، بس هذا أول فيلم. وكتبت النص مع زميلتي إرادة جبوري اللي هي هون ويانا بالقاهرة. يعني شو بحكي لك، هو الفيلم فيلم قصص متشابكة، مش ما عندنا بطل أو بطلة فردي وقصة مهمة إنه نتابعها، قصة رئيسية ما عندنا هذا البناء الأهرامي خلينا نقول، لأن كل القصص مهمة. والقصة في 2006 آخر أسبوع ب 2006 في بغداد، أو وقت متأزم جدا في حرب طائفي، في عنف شديد، في منع تجول كل ليلة. في ظل هذا كله الناس لازم يعني يكافحون يوميا حتى يمارسون حياتهم العادي. طبعا هو مو عادي بهالظروف، بس الظروف تأثر على كل أحد، فهذا تجمعهم. هل عشتي هذه هي الحقبة في العراق بما أنك أنت مقيمة الآن في لندن؟ تمام. لا أني على أكثر ما كانت موجودة بغداد بهالوقت، بس كان عندي اتصالات يومية ويا ناس في بغداد. لأن ب 2004 أنا وزميلي مخرج كمان عراقي مقيم في لندن، بس إحنا أسسنا مركز للتدريب السينمائي بسيط جدا ومجاني للشباب في بغداد، فقصصهم نعرفهم، وكل يوم نحكي وياهم ونعرف شو يصير بعائلتهم، وهم يعملون أفلام قصيرة وثائقية. نفس الوقت زميلتي بالكتابة، يعني كتابة النص إرادة الجبوري، كانت عايشة هالفترة في العراق يومية، وهي روائية بس ما قدرت تكتب، يعني نوع من الصدمة صارت عندها. فكل اللي قدرت تسويه إن لما تطلع وتودي بنتها للمدرسة أو تروح وتشتري خضرة أو أي شيء، تسمع حوار ديصير بين الناس ومشاهد صغيرة يومية. فبدأت تأخذ تسوي يعني تكتب بالدفتر هذول الأشياء، وبعدين من هذه المادة وأني كل خفصة أنا أعرفها طلعنا الشخصيات والوضع والقصص.
المخرجة والكاتبة ميسون الباجي، كنت معنا من القاهرة عبر خدمة سكايب. نشكرك على قناة الجزائر الدولية، نشكرك، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. وإلى الأدب، حيث فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي بالنسخة 9 من جائزة الأدب العربي التي يمنحها معهد العالم العربي في باريس ومؤسسة جان لوك لأكادير، وذلك عن الترجمة الفرنسية لروايتها سيدات القمر الصادرة عن دار ستيفان مارسل. وقالت الحارثي: يسعدني أن تسهم روايتي في التعريف بالأدب العربي وخاصة العماني. وإلى العراق، حيث أعلنت الحكومة العراقية إدراج سدة الهندية في محافظة أقول بابل ونواعير هيت في محافظة الأنبار في سجل التراث العالمي. وذكرت الحكومة في بيان أن هذا جاء بجهود حثيثة بذلتها الحكومة العراقية أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي 72 للجنة الدولية للري في مدينة مراكش المغربية. يذكر أن سدة الهندية تقع على نهر الفرات جنوب مدينة المسيب ضمن محافظة بابل العراقية، وقام بتصميمها وتنفيذها المهندس البريطاني ويليام ويلكوكس لرفع منسوب نهر الحلة من المياه. أما النواعير فهي آلات مائية خشبية تصنع من خشب شجرة التوت، وتدور بالقوة المائية وتتواجد على شواطئ نهر الفرات في العراق. وإلى الفن، حيث انتقد الشقيق وشقيقة المغنية الكندية سيلين ديون بشدة فيلم ألين المستوحى من حياة النجمة قبل بدء عرضه في دور السينما في كندا. وقالت شقيقة النجمة العالمية وعربتها كلودي ديون: لم أتعرف في الفيلم على اللغة، ولم أتعرف على عائلتي، ولم أتعرف على جذورنا. وتولت المخرجة لوميرسي دور البطولة في هذا الفيلم المستلهم من حياة النجمة الكندية، ويتناول قصة مغنية من مقاطعة كيوبيك تدعى ألين ديو تحصد النجومية بفضل صوتها المميز. إلى عالم الآثار، حيث اكتشف مجموعة من علماء الآثار الأتراك بقايا لجامعة تعود للعصر الزنكي والقرن الثاني عشر ما بين 1127 و1250. الجامعة تعد الأقدم في العالم، كما تم اكتشاف أول مرصد فلكي أثري، إضافة إلى المسجد الكبير الذي يعود بناؤه إلى العهد الأموي. وتعد حران واحدة من أقدم المدن التي سكنها البشر في العالم، كما ورد اسمها في الكثير من الكتب التاريخية. وبحسب علوم الأثار، تغص هذه المدينة بالأثار التي لم يتم الكشف عنها بعد. إلى الإبداع والرسم، عندما نصنع من لا شيء كل شيء، هو حال الفنان الأمريكي دافيد زين الذي جعل من شقوق الطرقات والأرصفة لوحة فنية لإبداعاته من خلال رسومات للشخصيات الكرتونية، أسلوب رسم فريد من نوعه ابتكره الفنان دافيد المعروف عالميا بالرسم على أرصفة الطرقات مستخدما الفحم والطباشير، حيث اشتهرت أعماله في العديد من الدول على غرار تايوان والسويد، ويعشق الشخصيات الكرتونية. بهذا نأتي إلى نهاية النشرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.